السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم علي هادي علي. اليوم راح أوضح طريقة نقل الملفات وجهات الاتصال والصور ومقاطع الفيديو والصوت من الآيفون والآيباد إلى الأندرويد أو بالعكس من الأندرويد إلى الآيفون والآيباد من خلال برنامج اسم البرنامج Send Anywhere. هذا البرنامج موجود على الأب ستور والجوجل بلاي، برنامج مجاني ممكن تحميله. بعد ما يتم تثبيت البرنامج تشغيله راح يكون بهذا الشكل. عملية استخدام البرنامج جدا بسيط، بالنسبة للآيفون والآيباد ما راح تحتاج إلى الجيلو بريك، وبالنسبة للأندرويد ما تحتاج إلى الروت. قم بتشغيل البرنامج بالجهازين، طبعا الجهازين لازم يكونا متصلات بالإنترنت، فهسه أريد أنقل ملف من الآيباد أو من الآيفون إلى الأندرويد، راح أضغط على سيند. هنا عندي مجموعة من الحقول، عندي الصور الملفات والفيديو ومقاطع الصوت وجهات الاتصال، أقدر أختارها من هذا المكان. فعلى سبيل المثال أريد أنقل هذه الصورة، أقوم بتأشيرها، بعدها أضغط على Grade Key. أنتظر بعض الوقت فراح يظهر لي هنا مفتاح أقوم بكتابته بالجهاز الآخر. بالجهاز الثاني أضغط على Receive وأكتب المفتاح هذا اللي هو 2 5 6 6 3 9. وأضغط أوكي. أنتظر بعض الوقت، مثل ما تلاحظون انتقل الملف من الآيباد والآيفون إلى جهاز الأندرويد اللي نقلت الصورة. فأفتح معرض الصور راح أشوف ملف اسمه Send Anywhere، هذا الملف اللي استلمته. طيب هسه راح أقوم بإرسال ملف من الأندرويد إلى الآيباد، أضغط على Send، أختار مثلا هذه الصورة وأضغط أيضا على Grade Key وانتظر بعض الوقت. ظهر لي هذا المفتاح 919620، أضغط على Receive وأقوم بكتابة هذا المفتاح. ستة اثنين صفر. انتظر بعض الوقت حتى ينتقل الملف. تمت عملية النقل و هذا الملف اللي استلمته من هذا الجهاز. استخدام البرنامج جدا بسيط، ما تحتاج إلى روت أو ما تحتاج إلى جيل بريك، راح يمكنك من نقل الملفات بين الآيفون والآيباد والأندرويد أو بالعكس تنقل جميع أنواع الملفات. مثل ما ذكرت روابط التحميل لهذا البرنامج موجودة أسفل وصف الفيديو، رابط خاص بالجوجل بلاي والرابط الآخر خاص بالآب ستور. إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار بإمكانكم مراسلتي. بنهاية كلامي تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.